التخيط ولا الغنى يا وقت ده؟ انا شكلي هقطعك فجأة في العشة اللي احنا فيها دي. قطعني حتة حتة ورميني لأي قطة. انا كنت بحب ستة دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونة مجنونة. تبدأ صعبت عليا وانت بتعملي كده. والله ابوكي مجنون وامك مجنونه واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقه. لا بقول لك ايه، اخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس انا بحب الانحراف واخده هوايه مش زي ما انت فاكر. يا شيخ على رايك ان بعد الظن اسم وانا اللي كنت فاكر. يا فجر السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ايش تكبر، الزفه وصلت والفرح فرحنا، انت في الخلعون وانا في النفخون. كابتن اسمع اسمك انت حتى ركب موبايلك. يا شيخ خد هنا الشبكه اتمسكت. طب وبسيوني هنسيبه؟ لازم نسيبه. ما ينفعش. يلا ولا حركة. بسيوني بسيوني النهار اسود. حازم حازم اوعى تفهمني غلط. فوزية اظن انت كده جاهزه بقى ومفيش حاجه هتشيل غنى. عايزك تصحصحي معايا بقى. ها اوعي تنامي. ايه ده؟ تليفون ولا تردي؟ كاننا عازلنا ولا اقول لك كاننا متنا. متنا ايه؟ لا لا رد على التليفون اللي يكون حاجه مهمه. رد. الو مين؟ حازم عاوز ايه يا زفت؟ اتفضلي يا ست، اديني غيرت له الكلوم جاري في التليفون. نعم بتقول مين؟ بسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضيه دعاره؟ الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. فوزيه يا حبيبتي. نعم يا حبيبي. انتي طالق؟ نعم يا فندم. سعادتك متحفظ عليه. اتفضل يا فندم. هو فين؟ رغم انه دفعتي يا فندم سعادتك، وانت عارف ان الدفعه بتحن، لكن الواجب يحتم عليا يا فندم. هو فين يا فندم؟ البدله البيضه هتفضل طهره طول ما سعادتك في الخدمه. هو فين؟ هو مين يا فندم سعادتك؟ نعم يا فندم. بسيوني بسيوني جوه يا فندم. اتفضل عليه. البدله البيضة كانت هتتلوث يا فندم ولحقتها. اتفضل يا باشا اتصرف معاه بنفسك سعادتك. هو فين؟ انت هو فين؟ كنت متحفظ عليه هنا يا فندم. متحفظ عليه فين يا عبقري؟ في الاوضه دي؟ اوضه في الدور الارضي سقفها واطي، ليها شباك متر في متر على الشارع، ستايرها حمراء. هو انا مهندس ديكور يا فندم. انت ما تنفعش سمكري سيارات. ما انا قلت لسعادتك يا فندم انقلني من الاداب دي. انا ماليش في الاداب يا فندم، مش بعيد اجي ملفوف بملاي انا كمان. يا فندي افهم، زميلك كان في مهمه رسميه. ايه وانت بوصي المهمه دي؟ ابقى قابلني لو امك بعد عيالك. محدش في الوزاره ياخد خبر بالحكايه دي يا فندم. انقلني المطافي. مطافي ده انت تبوس ايدك لو وقفوك على مدفع رمضان. ما يجراش حاجة يا فندم، المهم ما بقاش في الشغلانة دي بالذات. أنا تأكدت دلوقتي إن الغباء في العيلة عندكم بالوراثة. يا فندم أنت بالعيلة دخلها إيه؟ يا فندم أنا كنت رايح أكتشف المكان، معرفش إن فيه دعارة، وبعدين أنا كان بيتهيألي إن الراجل الكبير يعني اللي بيديهم المخدرات هناك. بيتهيألك حضرتك شغال في مباحث تهيؤات؟ يا فندم بسبب اللي انت عملته ده انا اضطريت اكشف كل اسرار المهمه للزفت اللي اسمه حازم. ايه اخر اخبار المهمه؟ معلوماتنا بتؤكد يا فندم ان الشله بتتردد على مكان اصحابه بيتاجروا في المخدرات. المكان ده عوامه وكله موجود هنا يا فندم في التقرير لسعادتك. في ايه تاني؟ مصادرنا بتؤكد ان اداره الجامعه بتطلع رحلات في اوقات غريبه جدا من السنه، وجاري الاستعلام عنها يا فندم، وبرده كله مع حضرتك هنا في التقرير. من غير التقرير ده اقبض على كل مصادرنا. نعم قصدي اطلع معاهم الرحله هالظابط وشوف ايه اللي بيحصل، ووفيني بتقارير كافيه عن كل واحد في الرحله دي. تابعني اول باول. أنا أعلم أنت لا
الحمد لله على السلامة. ثانياً لحد هنا والأتوبيس مش هيقدر يكمل علشان دي محمية طبيعية، فهناخد شنطنا وهنكمل الحتة اللي فاضلة ماشي. طب حضرتك من غير حساسيات كده، الحته اللي فاضله دي حسب كام كيلو كده؟ يعني 20-25 كيلو. يا ابويا دي القلل يا اهرب يا عم. لا 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 لا، عايزين نفضل لزاز مع بعضينا. يلا